مساء الخير. استراحت المعارضة على انقلابها الأبيض وراحت تقلب على مهل أوراق السادة الرجال من سنة لبنان لتختار من بينهم سيدا للسرايا. في نادي رؤساء الحكومات أصدقاء وحلفاء ومعتدلون وخطوط وسطية، لكن الرسمة التشبيهية للرئيس وضعه النائب محمد رعد عندما وزع سيرته الذاتية المتضمنة سجلا وطنيا مقاوما. وسيكون على المعارضة مطابقة الأوصاف على الشخصية المناسبة صبيحة الاثنين، موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها رئيس الجمهورية اليوم، محولا بمرسوم الحكومة مستقيلة ورئيسها رئيسا لتصريف الأعمال. اللعبة بالنسبة إلى المعارضة ديمقراطية، يحيط بها أمن ممسوك وشارع ملتزم للهدوء، وما من شيء يدعو إلى القلق. ففي كل الدول الديمقراطية تستقيل حكومات وتجري عملية تبديل طبيعي للسلطات، ولم نسمع يوما أن العالم اهتز لاستقالة حكومة. فلماذا قلق أمريكا والغرب علينا وبهذه الجرعات الزائدة من الحب؟ واشنطن استنفرت، عمرو موسى تخوف وحرك جامعته العربية التي ما اهتزت لعدوان غزة، بان كي مون هز أممه المتحدة ضدنا، ألمانيا قلقت، بريطانيا رأت تطورا خطرا إلى أقصى الحدود، والعالم استعد لمحاصرة المجهول في لبنان. فيا أيها العالم المضطرب، إن ما يجري في هذا البلد ليس سوى سقوط حكومة وديمقراطيا، فلا داعي إلى الهلع. رئيس أخفق فسقط، رئيس وقع في الهوى الأمريكي فرماه الهوى عند مداخل البيت الأبيض، وهناك كانت نهاية السلطة. رئيس فضل المسافات البعيدة على شركاء في الوطن فخرج وحتى اليوم لم يعد. وتلك مسيرة فريق من ثورة أرز تهالكت هرولة وراء الخيار الأمريكي الذي يبيع الثورات عند أولى الصفقات الإقليمية والدولية. 6 سنوات من الغزل الأمريكي مع ثورة الأرز، ولم يسترجع لبنان شبرا واحدا من أرضه المحتلة، في وقت تمكنت المقاومة من استعادة الأرض ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. 6 سنوات والأمريكيون يعملون وفق برنامج حماية إسرائيل، حتى إن باراك أوباما أصبح عاجزا عن مواجهة نتنياهو، فكيف له أن يدعم الأمانة العامة في لبنان؟ واليوم وبسيف أمريكي طعن الحريري مبادرة الملك عبد الله، وقد يعتذر غدا مرة ثالثة كما فعل في مرتين سابقتين. سوف يأتي زمن الاعتذار، ولكن بعد أن يعثر على الحريري مجهول باقي الإقامة. فمن موعد الليلة مع ساركوزي الذي لم يعقد بعد، أعلن في تركيا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سيتوجه اليوم إلى بلاد الأناضول للقاء وزير الخارجية داود أوغلو، وهو اتصل قبل ذلك بوزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، وسبق ذلك اشتعال الخطوط الهاتفية بين الأسد وسليمان والأسد وساركوزي، فيما تحول منتدى الدوحة إلى خلية نحل بحثا في الأزمة اللبنانية، حتى إن العرب المشاركين في المؤتمر اختلفوا على فلسطين واتفقوا على لبنان. وللعرب أيضا طمأنينة بأن لا داعي إلى الهلع، فالرئيس الحريري أول رؤساء الحكومات الذي يسقط على البيست وداخل المنتدى الوزاري، رئيس لا يجرؤ على الاقتراب من المحكمة، فغادر بهدوء على أن يفعلها رئيس بديل وبكل هدوء. ولتأمين هذا الرئيس يستوجب الأمر معرفة وليد جنبلاط إلى أين، فعنده مفتاح الحكومة، والرجل يحتكم اليوم على ميزان يحول الأكثرية أقلية والأقلية أكثرية. وبحثا عن سره استضافه الأمين العام لحزب الله في لقاء مطول انتهى هذا المساء، ويعتقد أن الضاحية نهاية طريق من جرب الغربة يوما.